سمعت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها عن أمانة النبي صلى الله عليه وسلم. خديجة بنت خويلد فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتاجر لها بمال لها، أن يخرج إلى الشام في التجارة. خرج عليه الصلاة والسلام متجرا بمال خديجة رضي الله عنها ورجع عليه الصلاة والسلام رابحا. نعم. نبي صلى الله عليه وسلم قال أجتيب تبوينا سيتي خديجة تطوي جمنون دولي ربقات ريكا ربحنين دولي نبي صلى الله عليه وسلم طلاق وين دولي فرقم لين في جرام. خديجة رضي الله عنها من أشراف قريش، كل سادات قريش يتطلع إلى أن يتزوج بخديجة رضي الله عنها. خديجة وقت يسطري من لك لست نوك نوك تمناو تقول ريكا نك دامين يبقو نوك نوك قل سمقوان قريش هاي نين سطري سطري كيجا كم قوم تاي كم تن روجان ها خديجة أن ريكا كمون النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما رأت خديجة رضي الله عنها هذا الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم والصدق والأمانة عرضت عليه عليه الصلاة والسلام أن يتزوج بها رضي الله عنها وأرضاها. خديجة رضي الله عنها نبيدة كل اسمه ترام كان جيبت في من لقاء أربع نبي صلى الله عليه وسلم وانتقى أن تحين نقلون بقوات عن نبي صلى الله عليه وسلم لحاتم القرآن فتزوج بها عليه الصلاة والسلام. نبي صلى الله عليه وسلم كمان ركعت بوركوه. وكان عليه الصلاة والسلام له من العمر وقت تزوج بخديجة رضي الله عنها 25 سنة. نبي صلى الله عليه وسلم نبيل على ركعت بوركوه خديجة رضي الله عنها بلوك قط من جوب رمبان مفيفان.